مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر صباحي جديد. نتواجد أمام سوق الجملة، سوق السمك بالجملة بمدينة الدار البيضاء. كانوا يعرضون سلعهم خارج السوق، لكن يتبين أنهم تم التوصل إلى حل بين الباعة وإدارة السوق، إذن لا يوجد أثر للباعة خارج باب سوق الجملة كما تشاهدون. كما تشاهدون مشاهدي الكرام، هذا هو باب السوق. لا هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، انتظرونا في مباشر آخر بعد قليل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.